دي جامعة السحر واحنا كلنا طلاب. السكيت بورد المفضل بتاعي شوية سحر واقدر اوصل لكلاسس. اتشوف هاي ده واتر كلاس. اهلا يا بنات، مالها البورد؟ اوه لا، دي بوابة سحرية. اهلا. اوه استاذ ممل وصل. اتمنى تكونوا مستعدين. احنا كنا فين؟ مش الطحالب. في 18,000 نوع من الطحالب في العالم. ده شيء ممل قوي. كتبت النوتس؟ اكيد طبعا، البرنيطة السحرية بتاعتي. باي باي استاذ ممل. هي راحت فين؟ اوه ايوه، كده مسلي اكتر من ان انا اكون في الكلاس. بس انا لازم ارجع تاني. انت كنتي فين؟ دي غلطة البرنيطة. صح، اديني ايديكي. ايه؟ هما الاتنين اختفوا، ده مش عادل. واو كاروسيل، دي حلوة قوي. يلا نركبهم كلهم. دي الأول. احنا لسه مروحناش هناك، يلا بينا. انا خلاص قربت انام. ايه فين الباقي؟ احنا رجعنا. انا كمان عايزة. اديني ايديكو. مش بالسرعة دي، الحصة لسه ما خلصتش. احنا كنا فين؟ اكتر من 7,000 نوع من الطحالب بتستخدم في السحر. كانت برنيطة لطيفة قوي، المتعة انتهت. كارولاين، انا مش قادر اخبي، انا معجب بيكي جدا. كارولاين، هي راحت فين؟ النهاردة يوم الحيوانات الأليفة، وأنا جبت القطة بتاعتي. بس دي لعبة، أنت محتاجة حيوان أليف حقيقي. أنت فاكرة إن دي لعبة؟ وريهم يا بيبي. أنا مصدقاكي، قطة جميلة. أنتوا قربتوا تشوفوا الحيوانات بتاعتي. شوية سحر وهم جنيات. واو، هنغطي البرطمان بالمعجون زي التلج. نسخنه حسب تعليمات العبوة. ونغطي الغطا بالخيط. نلزق من جوه سور الجنية. هنزين عنق البرطمان بالخيط ونضيف جوه سلك من الأنوار ونقفل البرطمان. طيب والحيوان الأليف بتاعك؟ بتاعي؟ استنوا. هاي دودة، انت موجودة هنا؟ اطلعي برا، اتمنى تكوني استمتعتي جوه التفاحه. يو مقرف، غبار السحر بيعمل سحر. ايوه القطه شكلها حلوه قوي. هنعمل وش القطه من صلصال بوليمر ونضيف عيون لعبه ونشكل وش قطه سفينكس.
ونثبت حجارة راين والدبوس عين، ونسخن حسب تعليمات العبوة، ونلونها بألوان أكريليك. نضيف خيط. أماندا، ده علشانك. تميمة للحظ، شكرا، حلوة قوي، شكلها حلو عليكي. مساء الخير، انتوا عندكم امتحان النهاردة، مبروك. اوه لا، اتفضلوا المهام بتاعتكم. وقتكم هيبدأ حالاً. السحرة الطموحين بتوعنا مش شاطرين قوي في المواضيع دي، أنا مش فاهمة. هي أماندا مالها؟ مفيش غش. أوكي، فين المراية السحرية بتاعتي؟ تشغيل عين القطة. أماندا اختارت أي إجابة؟ هي شكرا ليكي يا قطة، وقتكم انتهى، سلموا الورق بتاعكم. النتائج كارثية. اف ايه؟ واف ليه؟ واف بلس، على الاقل في بلس. انا لازم اظبط الصوت ده كده صح. طير يا وافل. واو، أماندا بتحرك الأكل بقوة الصوت تاني. ها؟ واو. هاي، ممكن تعلمينا؟ دي سهلة، أهي القهوة. توقيت هاي. هنضيف رسمة جوه كوباية السيراميك باستخدام ألوان السيراميك. كمان هنزين الطبق. أنا بحب كوباية الحظ. أنا طلع لي قلب. هو ده فعلا؟ اوه، هو ده شنب؟ ليه؟ ده حظ غريب قوي. ها؟ كوباية مكسورة؟ وده معناه ايه؟ اوه فهمت، معناها كوباية مكسورة. أنا محتاجة أظبط الميك اب بتاعي. أوكي. أختار أي لون؟ مشرق. فرشة سحرية. خلاص، أنا دايما شكلي بيكون حلو في المراية. هنضيف صلصال جاف على المراية. ونعمل شكل هلال. ونضيف ملمس. نشيل الصلصال الزيادة، نستنى لحد ما ينشف، ونلونه بألوان أكريليك وغبار لؤلؤ. نأمنه بدهان أكريليك. ها؟ أو لأ، حباية دي ضخمة، أنا مش هينفع أخلي حد يشوفها. أستيكة، هاي شوية سحر، وأنا همسح الحباية دي. أو لا، أنا بلغت زيادة. أوه، السحر هيرجع كل حاجة لطبيعتها، والفرشة السحرية هتشيل الحباية. أهلا. أوه، أستاذ فيليب وسيم قوي.
لطيف جدا. يلا نبدأ الحصة السحرية بتاعتنا. واو، الشموع دي مش عادية. هنصب مية دافية في صينية. الحرارة المفروض تكون 105 درجة، ونضيف فيها الشموع. هيكونوا مرنين في المية الدافية. دلوقتي نقدر نشكلهم. يا نار اظهري. واو، نار اختفي. ها؟ مش معقول. انت جربي دلوقتي. الغبار السحري هيساعدني. اشتغلت. نايس. ها؟ حلو. إيميلي، أنتِ جربي. هجرب. نار، اشتغلي. أيوة. أوه، نار كتيرة جداً. أنتِ محتاجة تدريب أكتر. آسفة. اشتغلي. يلا. هي. أوبس، أنا بلغت شوية. نار اختفي. أماندا، خلي بالك، انتي كنتي على وشك انك تحرقي الجامعة كلها. ها؟ وقت ان انا اطلع كتاب التعويذات بتاعك. انا هختار فستان جديد ومفيش حد واخد باله. نغطي قطعة من الكرتون بشريط دبل فيس، ونثبت الاجزاء في قطعة من الجلد الصناعي، ونلف الحروف ونغطيها من جوه الفيلم. هنعمل جوانب الكتاب من الكرتون المتغطي بورق ملون، ونلزق فيه شريط مطاط علشان يثبت التابلت. نزين الغلاف بستيكرز، ونضيف عنوان، ونحط جوه التابلت. أماندا، ركزي. أنا مش قادرة أمنع نفسي. واو، أنا لقيت فستان أحلامي. أماندا، أنت ليه معاكي كتاب؟ دي حصة فنون. فين الشغل بتاعك؟ أوبس. عجبكم السلسلة السحرية بتاعتي؟ هنقص شليمو ملون على شكل حلقات، ونضيف الدلاية على ورق زبدة، ونضيف الحلقات عليها. هنسخنها لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 30، ونلزق عليها مراية من الكرتون، ونزود سلسلة. حلوة. هي بتعمل إيه؟ دي سلسلة اختفاء. هي مش بتشتغل. طبعا انتي محتاجة الغبار السحري. السحر رجع تاني. اهلا يا جماعة، اهو المدرس. مين عايز يجاوب؟ أوكي إيميلي، أول قاعدة للطيران. ليه هي كل مرة؟ أوكي، القاعدة التانية، أي حد؟ أنا عارفاها. دي حاجة غير محتملة. يلا نستخدم سلسلة الاختفاء بتاعتك. أنتي صح إيميلي، دي علشانك. واو، أوه شكرا. تشغيل، اشتغلت. فين إيميلي؟ ها؟
طيب، أنتي جاوبي. لما تكونوا في جامعة السحر، التنظيف كمان بيكون سحري. لوكر، افتح. آه! أنا فين؟ ساعدوني. مساء الخير، هو ده كلاس غلط؟ الطلاب العاديين دول بيعملوا إيه هنا؟ آها، المصباح السحري للصراحة هيوريني الحقيقة. أكيد طبعاً، أنا فكرت في كده. التضليل انتهى. هاي، اشتركوا في القناة بتاعتنا، اعملوا لايك واضغطوا على الجرس. عجبكم جامعة السحر بتاعتنا؟ قولونا في التعليقات أي حرفة سحرية عجبكم أكتر. وما تفوتوش أي فيديوهات جديدة مضحكة من تروم تروم.